وہ دعائے عاشورہ یہ ہے اس کو سماعت کریں اور اس سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیں یا کسی سے پڑھوا کر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قابل توبت آدم یوم عاشورا یا فارج کرب ذنون یوم عاشورا یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورا یا سامع دعوت موسیٰ و هارون یوم عاشورا یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورا یا مجیب دعوت صالح فی الناقة یوم عاشورا یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رحمان الدنیا والآخرة ورحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلى آله سیدنا محمد وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا عما نحن فيه. پھر ساتھ بار یہ دعا پڑھیں. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. سبحان الله عدد الشفيع والمطر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. اس کے بعد تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.